يا رب اسمع صلاتي، أنصت إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. اضجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك، وفي صنائع يديك كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني. هو في طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصيام هو انقطاع لفترة معينة عن الطعام والشراب، يعقبها الإفطار على أطعمة نباتية تخلو من المنتجات الحيوانية بكافة أشكالها. فترة الانقطاع بتختلف من شخص لآخر حسب سنه وحسب صحته وحسب إمكانياته وظروف عمله، بيتم الاتفاق عليها بينه وبين أب اعترافه، عادة بتكون لحوالي الساعة 3 بعد الظهر، ممكن قبل كده ممكن بعد كده، كل واحد حسب الظروف اللي قلناها. الصيامات عندنا فيها درجات، يعني عندنا صيام الأشهر اللي هو بتاع صيام عيد الميلاد اللي بينتهي في 6 يناير بعد نص الليل، أو يعني 7 يناير مع العيد. في الصيام الكبير اللي هو 55 يوم، ده اللي هو بينتهي بعيد القيامة، وده معاده مختلف لأنه بيتغير بتغير عيد القيامة، مواعيد عيد القيامة متغيرة لأنه لازم يكون بعد الفصح اليهودي بأسبوع، فصح يهودي متغير، لكن صيام الميلاد ثابت لازم ينتهي في 7 يناير. في صيام العدرة 15 يوم، في صيام يونان 3 أيام، في صيام الرسل وده برضو فتراته متغيرة إنه مرتبط بمعاد عيد القيامة ومعاد عيد حلول الروح القدس، بتحسب على الفترة دي. والصيام الأسبوعي اللي هو الأربع والجمعة بيعتبرهم من طقس الصيام الكبير، باعتبار الأربع تذكار محاكمة السيد المسيح له المجد، ويوم الجمعة تذكار صلب السيد المسيح. فالكنيسة بتحاول تذكرنا أثناء الأسبوع بأن المسيح عمل علشان عمل كبير، وإحنا بنقابله بالتقدير بأن إحنا بنظهر الصيام بتاعنا في الأربع والجمعة لربنا على أنه نوع من المشاركة في العمل ربنا من أجلنا. الفكرة في الطقس بتاع الصيام مش مجرد الامتناع عن أطعمة معينة للاستمتاع بأطعمة من نوع تاني، هي الفكرة كلها أن الإنسان بيحاول يقاوم الرغبات بتاعته، وده نوع من التدريب، برة التدريب، مش لأن الأكل ده حرام أو خطي، وإنما كنوع من التدريب الروحي على أن أنا أقدر أبقى نفسي في حاجة لكن في إيدي إرادتي، الريموت كنترول بتاعي معاي، أقدر أمتنع عنها بمزاجي بحريتي. فهو تدريب روحي أكتر منه أداء شكلي. ما ينفعش أصوم عن الأكل مثلا وفكري عمال يتجول على موائد الخطية، ما ينفعش أصوم عن أطعمة معينة وأنا بأنهش في سيرة الناس أو بعمل وشاية أو نميمة أو كذب، ما ينفعش أصوم وأنقطع عن الطعام والشراب وفي نفس الوقت مغفل لبقية الأغذية الروحية اللي أنا عايزها زي قراءة الكتاب المقدس والاعتراف والتناول والصلاة. فهنا الصيام في الطقس الأرثوذكسي جزء من كل، ويحمل معنى التدريب أكثر مما يحمل معنى الإلزام بالشكل الخارجي للصيام.